وفي التعليم زار مدير قسم شؤون المناهج في تربية صلاح الدين أمجد برهان الحداد قسم تربية الإسحاقي بقضاء بلده، والتقى مدير القسم سامي البدر وفريق حملة العودة إلى التعليم للاستماع لاحتياجاتهم وكيفية تطبيق القرارات الوزارية الهادفة إلى القضاء على الأمية والتسرب المدرسية. وخلال الزيارة افتتح الحداد مركز محو أمية ومدرسة التعليم المسرع، مؤكدا مواصلة المساعي لبناء عدة مدارس لاستيعاب أكبر عدد من التلاميذ في الأعوام القادمة. اليوم حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء محمد شاع السوداني وبإشراف مباشر من معالي وزير التربية المحترم وباللجنة، بعد أن تم تشكيل لجنة مركزية في محافظة صلاح الدين بعضويتنا بعشرة أعضاء مدراء أقسام في المديرية في ديوان المديرية، اليوم توجهت حقيقة بعد نتاجات عمل الباحثين وفرق الجوال اللي نزلت في قادة الحملة العودة إلى التعليم. اليوم افتتحنا في مدرسة المغفرة مركز لمحو الأمية بواقع حدود 40 دارس نتاجات العمل الحقيقة اللي المرحلة المضت من بحث عن الدارسين لمكافحة الأمية والجهل في هذه المناطق ومناطق صلاح الدين بعموما. حقيقة اليوم افتتحنا على بركة الرحمن، حقيقة وجدنا رغبة رائعة من قبل الأهالي لإكمال مسيرتهم التعليمية ومكافحة الجهل، وهذا حقيقة هو مؤشر إيجابي على هذه المنطقة وروعتها وشيوخها بكبارها بشبابها اللي حقيقة لمسنا من عندهم الرغبة الفعلية والرائعة حقيقة بجهود الأستاذ سامي مدير قسم تربية الإسحاقي، أيضا ما يخفى على الجميع جهود مشكورة لدعم هذه الحملة في هذا المكان. إن شاء الله القادم أفضل، راح نوصل صوتنا صوت الموجودين حقيقة من المجتمع في هذه المنطقة المباركة إلى المديرية العامة من ثم إلى دولة رئيس الوزراء ومنها إلى الوزارة برفض هذه المدرسة بكرفانات عدد أكثر أو بناية مثلا. فإن شاء الله راح يكون اجتماع مع السيد مدير عام لتربية صلاح الدين بالمرحلة القادمة إن شاء الله يوم الأحد القادم مع الأستاذ سامي مدير قسم تربية الإسحاقي المحترم، راح يكون عندنا اجتماع خاص إن شاء الله لشرح واقع حال هذه المدرسة حقيقة بواقعها أنا أعتبره مأساوي بالنسبة للتعليم. فإن شاء الله نحاول بقدر المستطاع وبجهود المعنيين مسؤولين معنيين بالموضوع إن شاء الله نكافح هذا الموضوع ونوقف على نقاطه إن شاء الله. احنا اليوم حملة العودة الى التعليم في قسم تربية الإسحاقي اليوم 31 من مدة 45 يوم. اليوم زارنا الأستاذ أمجد وان شاء الله نطلع على منطقة الجزيرة 33 خلف اللاين، منطقة فيها اعداد هائلة من المتسربين والمنقطعين وغير ملتحقين بالدراسة، تقريبا 40 الى 50 طالب تعليم مسرع، اكثر من 60 طالب محو أمية، وأكثر المناطق يعني هي هاي المنطقة ما توجد فيها غير مدرسة واحدة أو اثنين ولا تستطيع الاستيعاب أعداد الطلبة. سبب هذا التخلف الدراسي أو عدم التحاق الطلاب بالمدرسة هو النزوح والتهجير وعدم يعني وجود متوسطات قريبة أو مدارس تستوعب هاي الأعداد. نعمل اليوم دوركم. احنا دورنا فعال ان شاء الله وما مقصرين، كل جهدنا بكل طاقاتنا نريد ان نحوي هاي الاعداد الهائله والرده الى التعليم الى النور. ليش نخلي الطالب بالظلام؟ نخليه يتبصر يعرف يقرا يعرف يكتب وان شاء الله هم قاده المستقبل. مناشده الى السيد محافظ صلاح الدين والسيد مدير عام تربيه صلاح الدين المحترم حول واقع مدرسة المغفرة الابتدائية المختلطة اللي تقع في قاطع جبل إسحاقي قاطع الجزيرة خلف اللاين. هذه المدرسة عبارة عن كرفانات عدد 2 وطلابها يتجاوز العدد مالهم 130 طالب، وهي عبارة عن مدرسة كرفانية
كرفانين عدد 2 والمدرسة لا تسع عدد التلاميذ. لذلك نطلب من الأخوان المسؤولين والطيبين أنه يشوفون حل لهذه المدرسة، لأن الطلاب عددهم تقريبا تجاوز 130 ولا توجد صفوف تسع عدد أعداد التلاميذ.